غيث المليح. المهنة هو مهندس ديكور، ولكن المهنة الإضافية هي منتج منفذ في شريك تي اس ارتس مسلسل العزارة. العزارة عندها ثلاثة معاني. المعنى الأولاني هو أنك تحكي على تقلب الطقس، هما ثلاثة أيام فهمت ولا قلت هو لا فيه خروج الشتاء تدخل الربيع فهمت يتم فيه شنو في تقلبات الطقس. تقريبا نهار يولي فيه أربعة فصول متتالية أكثر ما بين المطر الشتاء بعد صيف بعد كذا. العزارة كذلك عنده علاقة في بلاد نحن نقولوا يعزرني يعني يلومني، العزارة يعني لومان، والعزارة زادة عنده علاقة بالشباب أنا يعني يقولك عزري ولا العزارة مجموعة متاع الشباب ملمومين اللي هما كما قلت لك العمر متاعهم الشباب مراه. هذا هو معناها. والله العزارة مسلسل كما قلت انت 2018 هو مسلسل شبابي بامتياز، يعني الاكسبسيونيل فيه كونه تقريب فيه 85% شباب اللي متروحش العمر متاعهم ما بين 17-24 عام، ومسلسل تكتب لي لهم هما بالاساس اللي يطرح فيهم مشاكلهم، المشاكل اللي توقع في الليسي بصفة عامة، مشاكل المراهقين اللي توقع في الليسي، التقلبات اللي عندهم علاقة بالمراهقة، الأغلاط اللي نجم يغلطوا فيهم، وكيفاش طريقة معالجتهم ومحاربة الأغلاط اللي هم فيهم. وهو مسلسل الحقيقة كله علاقات، يعني علاقة الأستاذ بالتلميذ، التلميذ بالإدارة، الإدارة بالأولياء، الولي بالليسي، التلميذ في محيطه الكل، في الكورة بتاع الليسي، في الكافيتيريا، في ديارهم، كل هذه نظرة عن كثب عن مشاكل الليسيليان هذوما معناها اللي هم اللي يقراوا كما نقولوا احنا مراهقين هذوما. فما شكون جانا وخاصة من الأشقاء العرب كما نقولوا احنا، يعني واحنا ديجا رابطين مواعيد تو باش نتناقشوا معاهم نتحثوا معاهم ونخرجوا ان شاء الله باللي زفر. احنا شباب وطموح ان شاء الله نحقوا حاجه باذن الله ان شاء الله. نقولوا يستنانا ان شاء الله المسلسل يعجبه فهمت، هذا اللي شو نقولوا من الاول. وكما نقولوا احنا 90% نتلاقاو في الجزء الثاني بتاع رمضان في الوطنيه الاولى ان شاء الله. والله هو كوميرسيالمون ما نجمش نقول، ولكن فوق شويه غاليه 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 ونقولوا كي نبداو نحكيو من مليار و400 وانت طالع والله، وما غير حتى معناها مبالغه ولا حاجه.